ولنقاش ملف الصراعي المستمر بين الأحزاب على السلطة والرهان على تعطيل جلسة البرلمان المقبلة لتمرير الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الكاتب والباحث السياسي كاتو سعد الله. أهلا بكم سيدي. مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم. مساء النور سيد كاتو. رغم اتفاق تحالف إنقاذ وطن على رئيسي الحكومة ورئاسة الجمهورية، إلا أن الإطار التنسيقي يراهن على إفشال جلسة البرلمان المقبلة ومن ثم تعطيل تشكيل الحكومة. هل يستطيع الإطار التنسيقي تحقيق هدفه برأيكم؟ نعم طبعا، بداية منذ إجراء الانتخابات في العراق الشهر العاشر، ونحن الآن تقريبا الشهر السادس بعد نتائج الانتخابات، ولم تشكل أي حكومة نتيجة الخلافات العميقة التي أظهرت بعد النتائج بين كل من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، هذا من الجانب الشيعي، وكذلك خلافات عميقة بين الجانب الكردي الحزبين الرئيسيين، وهناك خلافات ايضا بين السنه، ولكن هذا الخلاف تعمق ولحد هذه اللحظه، وانا لا اعتقد جوابا لسؤالك صعب جدا بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب لجلسه يوم السبت او بعد غد، وهذا صعب جدا لان الارقام تشير بانه من الصعب على من التحالف الثلاثي او ما تسمى بانقاذ وطن بجمع هكذا رقم، الا في حاله ان تنضم بعض القوى المنطويه تحت الاطار التنسيقي لهذا التحالف. نعم، في ظل هذه المساعي من قبل الإطار التنسيقي لإفشال الجلسة المقبلة وما سينتظر من تسمية للحكومة، كيف سيكون رد فعل التيار الصدري الذي يرى أحقيته بتشكيل الحكومة؟ بالنسبة للتيار الصدري أعتقد بأنها يعني لدي الكتلة الأكبر لحد هذه اللحظة الفارقة بنتائج الانتخابات الكتلة الأولى، وهي في كل الأحوال هي سوف تقود الحكومة إذا شكلت الحكومة سواء باتفاق الإطار أو من ضمن الاتفاق الحالي بين الكتل الثلاثة الرئيسية الفائزة التحالف الثلاثي وبعض المتقدمين، ولكن المشكلة كلها الآن الطرف الثاني للإطار التنسيقي، وأنا أرى بأنه إذا ما يعني استمرت هذه الخلافات حتى لو لم تنعقد الجلسة يوم السبت، يعني ستعمق الخلافات، وهذه طبعا ستنعكس سلبا على الجميع وليس فقط على التيار الصدري. في ظل السلاح المنفلت لدى مختلف الأطراف، إلى أي مدى يمكن القول أن العراق مقبل على أيام صعبة في ظل تصاعد التوتر بين كل الأطراف؟ يعني حقيقة يعني منذ أشهر أنا قلت يعني أنا أخشى بأن العراق يعني عدم الاتفاق يعني سوف تنضج إلى فوضى، لا سمح الله، ونحن لا نريد في هذه الظروف الإقليمية والدولية الصعبة بأن تمر العراق بأزمة أخرى، مع العلم نعلم أنه من 2003 إلى يومنا هذا العراق يوما بعد يوم تخرج من أزمة وتدخل في أزمة جديدة. حقيقة على الكتل السياسية أن تفهم شيئا أن الشارع العراقي سوف لن تستمر بصدرها من هذه التحركات التي لا تحدث ب نعم المعذرة تفضل استاذ. نعم، فهذا الوضع العراقي الان متشنج جدا، الشارع العراقي لا يتحمل اكثر من هذا التاخير، فاذا ما لم يتم هناك اتفاق وتشكيل حكومه جديده، أنا أعتقد أن الأيام المقبلة لا سمح الله قد تكون تؤدي إلى فوضى أو عدم الاستقرار، وهذا ما لا نتمناه يعني حقيقة. شكرا جزيلا لكم الكاتب والباحث السياسي كاتو عبد الله، حدثنا عبر الهاتف من واشنطن.